فقرة الطقس. انت بعرف احمد انك كائن شتوي جدا. انا كائن صيفي، بس هو صراحه الصيف هالفتره هاي زودها شوي. يعني مش مبسوطه اخيرا على درجات الحراره؟ لا شوف، انا ما بغير رايي، كائن صيفي للابد، بس يعني صراحه كثير شوب هالفتره جدا. الواحد صحيح يحكي اللي له واللي عليه، يعني لا كثير شوب. فلازم هلا نشوف درجات الحراره مع زميلتنا لبنى. خير، يسعد صباحك لبنى، كيفكم اليوم؟ احنا بخير، انت كيفك؟ الحمد لله انا منيحه. بما انه اليوم فرح كائن صيفي واحمد كائن شتوي، ففرح رح تكون مبسوطه معنا اكثر. انا مش معزوم يعني. مش معزوم انت اليوم. يعني انا اللي فايز اليوم. بالضبط. طبعا في ارتفاع ملحوظ على درجات الحراره، رح احكي لكم التفاصيل لكم للمشاهدين هلا في حاله الطقس. يسعد صباحكم مشاهدينا. تبقى درجات الحراره ترتفع بشكل ملحوظ في اغلب المناطق، وتكون الرياح حارة وشديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، أما الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في فترات، وأيضاً قد تؤدي إلى إثارة بعض الغبار في المناطق الصحراوية. أما ليلاً يبقى الطقس دافئاً في بعض المناطق، وفي المناطق السهلية والجبال هناك فرصة لبعض الرياح شبه قوية. مشاهدينا بننتقل وإياكم إلى تفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة في محافظات المملكة، ونبدأ بالعاصمة الأردنية عمان، تسجل العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 29، أما الزرقاء 33 درجة مئوية العظمى، بينما الصغرى 30 درجة مئوية. وبالانتقال إلى محافظة معان، 31 درجة مئوية العظمى والصغرى 18 درجة مئوية، المفرق 30 درجة مئوية العظمى، بينما الصغرى تسجل 28 درجة مئوية. وأيضا العقبة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، 40 درجة مئوية العظمى والصغرى 28 درجة مئوية، مادبة تسجل 30 درجة مئوية العظمى و27 درجة الصغرى. وننتقل إلى الطفيلة، 30 درجة مئوية العظمى، بينما الصغرى 17 درجة مئوية، الكرك 32 درجة العظمى و28 درجة الصغرى. وأيضا إلى البتراء، 31 العظمى 26 درجة الصغرى. بالانتقال إلى إربد، 31 العظمى و28 الصغرى، وأيضا ارتفاع في درجات الحرارة. عجلون تسجل 32 درجة العظمى، بينما الصغرى 39 درجة مئوية، وإلى جراش 32 درجة مئوية العظمى و19 درجة مئوية الصغرى. مشاهدينا هاي كانت درجات الحرارة في مناطق المملكة، زي ما شفنا في ارتفاع كبير على درجات الحرارة. وبالعودة إلى فرح وأحمد. شكرا لبنى. بعد درجات الحرارة هاي العالية، إيش بتنصحينا؟ بما انه في شوب صحيح، وفي مخاطر على فكره. صحيح. فعلا الواحد لما يتعرض للشمس. طبعا اكيد احمد، طبعا بنصحكم لكم وبنصح المشاهدين بانه ناخذ الحيطه والحذر، ما نوقف لساعات طويله تحت اشعه الشمس، خاصه في فترات الظهر والعصر، لانه الشمس زي ما بنعرف بتكون حاره، يعني شديده الحراره. صحيح. صحيح. ندير بالنا ايضا، كمان ما نهمل حالنا نكثر من شرب السوائل والمياه ايضا. وفي شغله كثير مهمه، مع انتشار كورونا كلياتنا صرنا دائما نحمل معقمات. صحيح. فاغلب الناس معاها معقمات دائما بالسيارات. مزبوط. فاحنا ناخذ كثير بالنا وناخذ الحيطه والحذر انه ما نترك بارتفاع درجات الحراره المعقمات بالسياره، لانه لا سمح الله ممكن يصير لاشياء احنا بغنى عنها. يعني بتعرفي هاي فعلا نقطه جدا مهمه. صحيح. ولانه كل مظاهر الكورونا جديده في حياتنا، فهاي واحدة منهم. صحيح. بس يعني لازم الواحد ينتبه له ما يترك بالسياره. هو فعليا السياره لما تكون طافيه بالشمس هي كلها على بعضها بتكون كثير تكون حاميه، فما بالك اذا في ماده زي بالضبط. شكرا كثير لك لبنى. شكرا لكم.